مشاهدينا، والآن راح يكون معي ضيوفنا اتحاد طلبة الكويت في إيرلندا. بنتعرف على كثير من الأسئلة اللي تدور في ذهن الطلبة، إن شاء الله يجاوبونا اليوم. نرحب في البداية بالأخ بندر الذايدي، رئيس اتحاد طلبة الكويت في إيرلندا. حياك الله. الله يحييك. الله يسلمك. ومعي عبد الرحمن الشطي، أمين سر اتحاد طلبة الكويت في إيرلندا. حياك الله. الله يحييك. ومحمد العجمي، أمين صندوق اتحاد طلبة الكويت في إيرلندا. حياك الله. يعني الفلوس كلها عندك. الله يرحمك. حياكم الله ونورتونا. بندر، إذا بنتكلم في البداية عن اتحاد طلبة الكويت في إيرلندا بشكل عام. بالبداية أحب أشكر قناة الراي على هذه الاستضافة، وأشكر القائمين على هذا البرنامج اللي عودنا على تسليط الضوء على قضايا الشباب والطلبة بالأخص. حق واجب. بتكلم بشكل عام عن دور الاتحاد. الاتحاد الوطني لطلبة الكويت بالخارج وبالداخل هو خط الدفاع الأول عن الطلبة ومكتسباتهم المالية والأدبية. ممتاز. في ادوار يعني كثيره للاتحاد، اهمها يعني هناك في ايرلندا تخفيف عناء الغربه على الطلبه، منها ننظم لهم مؤتمر شامل يعني انشطه اجتماعيه ثقافيه ترفيهيه، ويكون في ضيوف يعني يفيدونهم ثقافيا ويرفهون عنهم في ايرلندا. ممتاز. وهذا بالنسبه للمؤتمر. اما بالنسبه يعني لدور الاتحاد بشكل عام في سنه نقابيه كامله، نهتم بالمستجدين في الفتره الصيفيه، نساعدهم في تسجيلهم للبعثات ولتقديم للفيزا، ونظمنا لقاء تنويري قبل اسبوع تقريبا. ممتاز. وبس هذا ممتاز. يعني ما شاء الله قاعد تقدمون كثير من الامور، وهذا طبعا بشكل عام. اخوي عبد الرحمن، اذا بنتكلم عن المهام الرئيسيه اللي تقدمها اليوم او يقدمها الاتحاد. حلو. طبعا بالمؤتمر 25 للهيئه التنفيذيه تم تقديم مقترح بانشاء فرع خاص بالاتحاد في جمهوريه ايرلندا. طبعا قبل تقديم هذا المقترح كان مسمى الاتحاد هو الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة وجمهورية ايرلندا، فكان بريطانيا وايرلندا نفس الاتحاد. فبعد تقديم هذا المقترح تم فصل اتحاد ايرلندا تاريخ 18/12 تقريبا، وكانت مهلة 4 شهور للهيئة التنفيذية لدراسة الوضع في ايرلندا وانشاء وتأسيس اللجنة التأسيسية هناك. فتاريخ 30/4 طلع قرار تأسيس هذه اللجنة، ومن هنا اللجنة التنفيذية وكلونا حق مهام رئيسية أن نوفرها عشان يكون هناك تأسيس للاتحاد في جمهورية إيرلندا. وتوفرونها للطلبة أكيد. أكيد إن شاء الله. أخوي محمد، إذا بنتكلم أكثر عن اليوم أنتم كلجنة تأسيسية لاتحاد طلبة الكويت في إيرلندا، ممكن نتكلم أكثر عن هذه اللجنة؟ بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية أحب أشكر قناة الرأي، وأحب أشكرك أخوي الله على الاستضافة الكريمة. ثانيا، مهام اللجنة التأسيسية هي 3 مهام. في البداية هي توفير المقر للاتحاد الوطني لطلبة الكويت في جمهورية إيرلندا، ولكي يكون مقر للاتحاد الوطني الرسمي في إيرلندا. ثاني نقطة اللي هي الميزانية، توفير ميزانية ثابتة للاتحاد الوطني عشان الانتخابات القادمة. في كل سنة سوف تقيم انتخابات، راح يكون في ميزانية ثابتة للاتحاد الوطني. ممتاز. هذه النقاط اللي احنا تكلفنا فيها من الهيئه التنفيذيه مثل ما قال اخوي عبد الرحمن في يوم الفصل، ان تكلفنا في 3 المهام هذه، والمهمه الاخيره هي زرع الوعي النقابي لاخواننا الطلبه في جمهوريه ايرلندا، وان شاء الله نمثلهم خير تمثيل باذن الله. باذن الله. واكيد يعني زياده الوعي النقابي هذه بحد ذاتها ممكن تحتاج لنا حلقه كامله نتكلم عنها، لكن بنختصر امور معينه وبنتناقش اكيد بامور ثانيه. اخوي بندر، اذا بنتكلم اكثر اليوم انتم بصفه رسميه اليوم قاعد تتعاملون بامور مهمه مثل ما ذكر يمكن اخوي محمد، الامور الماليه والاوراق والمستندات، ويعني كثير من الامور اللي تخص مستقبل الطالب، وهذه بحد ذاتها مسؤوليه كبيره، وانتم ان شاء الله انكم اكيد قدها. لكن اكيد اليوم في تعاون مع المكتب الثقافي، وهذا المكتب الثقافي ممكن يساهم في 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 امور كثيره تخص الطلبه، فمدى التعاون شلون تصفون هذا التعاون بينكم وبين المكتب الثقافي؟ باول الايام لما تم تعييننا ك لجنة تأسيسية لاتحاد إيرلندا، زرنا المكتب الثقافي برئاسة الدكتور عبد الرحمن العثمان، وناقشنا أبرز القضايا اللي ممكن نتعاون عشان نحلها للطلبة، لأن في قضايا مهمة مثل زيادة المخصصات. زيادة المخصصات هي زيادة دورية كل 5 سنوات،
فهي الزيادة الماضية كانت قبل 4 سنوات. ممتاز. طلبة أيرلندا ظلموا بالزيادة، فهنا كانت زيادة يعني قليلة جدا. مع أن يعني ما هي مثل ما كانت في السابق يعني؟ أي يعني زادونا تقريبا بس 15%. ممتاز. مع أن إحنا كنا نستحق 30%. ووعدنا خير إن شاء الله أن بنقدم دراسة بالتعاون مع الملحق الثقافي. وقضايا أخرى مثل زيادة عدد الجامعات والكليات. ممتاز. كل التخصصات هناك يعني أي طالب بيروح أيرلندا بيدرس فيها. ممتاز. الخيارات محدودة جدا. واتفقنا إن شاء الله مع الملحق إنه بنزيد عدد الجامعات والكليات عشان لما يروح الطالب ما يعني ما يتوهق أو يعني ينحصر في جامعة أو كلية معينة حق تخصصه. لازم يكون عنده خيارات عشان يختار ويختار الأفضل، سواء إذا كان يدور شيء سهل ولا شيء صعب. تعرف الطلبة يعني من الناحية الدراسية ممكن يكون في ضغط أكثر في أحد الجامعات غير عن الجامعات الأخرى. في جامعات مميزة وفي جامعات عادية، وتوضحون هذه الأمور للطالب في البداية. إيه طبعا. وآخر شغلة هي أهم شغلة، قبل كم سنة أقروا البعثات المميزة. ممتاز. لكل التخصصات، بس أكثر المستفيدين منها كل الأفرع، أفرع الاتحادات، طلبة الطب. ممتاز. احنا عندنا طلبة الطب أغلبهم في كلية، والكلية مو شاملينها في هذا القرار، مو من ضمنها، مو من ضمن البعثات المميزة. ممتاز. البعثات المميزة هي تكون الجامعة تكون ترتيبها عالي، وإذا طالب فيها يعني في شروط أن إذا كان معدله مرتفع يعطونه زيادة 50% على المعاش. حلو. إذا كان بس ناجح يعطونه زيادة 25% على المعاش. ممتاز. كون أن جامعته مميزة، لأنه هم مصنف من الجامعات المميزة بالضبط. فيستحق هذا أي. أما ممتاز. الملحق الثقافي السابق ما ضم هذه الكلية، مع أن أغلب طلبة الطب في أيرلندا في هذه الكلية اللي هي الكلية الملكية للجراحية. ممتاز. ونحلت هذه إن شاء الله النقطة. شغالين عليها إن شاء الله بالله. إحنا والملحق إن شاء الله نسمع الأخبار الزينة بخصوص هذا الموضوع أكيد، لأنه أكيد يخص الطلبة، وأكيد ناطرين يعني أغلبية الطلبة أصلاً. أغلبية الطلبة. نعم. إن شاء الله. مو سهل. نبشرهم خير من هالبرنامج إن شاء الله. بإذن الله إن شاء الله أكيد. أخوي عبد الرحمن، يمكن الناس الحين قامت تسأل عن شنو يقدم لكم المكتب الثقافي، يعني شنو الأشياء اللي هو قاعد يوفرها لكم أو ممكن يقدمها لكم؟ طبعاً إحنا من بلشنا يعني فتحنا باب التعاون مع المكتب الثقافي، وكان الدكتور عبد الرحمن العثمان وايد متعاون من ناحية إنه يعني توا متقبل نسالفة لجنة تأسيسية، وتوا أول اتحاد ممكن يواجه، خاصة الدكتور توا ماسك يعني من شهر 9. فقعدنا وياه أكثر من اجتماع، فهم إحنا شنو مطالبنا شنو نبي، قام يعني يعطينا الأخبار أول بأول، قام نتعامل معاه بهالطريقة، وإن شاء الله شغالين. يعني طبعا هدفنا أثنيناتنا هو خدمة الطلبة أكيد، فان شاء الله شغالين على هالمسار، وان شاء الله ثنائكم ماشيين على نفس المسار يا رب ان شاء الله، ونشوف دائما طلبه ايرلندا مرتاحين وما عندهم اي مشاكل باذن الله. باذن الله. محمد، اذا بنتكلم اكثر اليوم عن المستجدين، وهم خلينا نقول الخامه الجديده على على ايرلندا، وممكن يحتاجون كثير من المساعدات وكثير من التسهيلات. نعم. على ما يكفون على حيلهم يكونون جاهزين لممارسه. نعم. ايامهم والروتين الطبيعي في بلد يعتبر بلد غريب بالنسبة لهم، خاصة أن أيرلندا يعني ما يعتبر بلد حتى نفس العادات والتقاليد، فشيء جديد عليهم. فشنو دوركم؟ نعم. وش اللي تقدمونه للمستجدين من ناحية الجامعات والكليات والأمور الثانية؟ في البداية قمنا لقاء تنويري أنا وأخواني في 27 من شهر 6 أظن. قمنا لقاء تنويري أو 3/7. قمنا لقاء تنويري في جمعية المهندسين، ونشكر من هالبرنامج جمعية المهندسين. وقمنا في لقاء تنويري وضحنا فيها جميع الأمور، لدرجة وضحنا فيها حتى الخطوط اللي هي الهواتف، وضحنا فيها المواصلات، وضحنا فيها الجامعات، شرحنا طريقة الفيزا، شرحنا جميع الأمور، وفرنا لهم كتب اسمها كتب مستجد. حلو. لأنها تخص الطالب المستجد. شنو مضمونها؟ مضمون الكتاب؟ مضمون الكتاب فيه الأمور المواصلات، أمور الكتاب، في أمور الكتاب المواصلات والخطوط التليفون. ممتاز. وكانت موجودة في الجامعات وأمور الفيزا، واعتمدنا كل شيء، وإن شاء الله بإذن الله أن نكون لهم اخوان هناك ان شاء الله. وهذه بس يعني البدايه، الحين احنا شغالين وياهم على استكمال البيانات. ممتاز. لان المرحله الاولى هو تسجيلهم للبعثات وقبولهم مثلا في مقر البعثه اللي هو مثلا ايرلندا. الحين مرحله استكمال البيانات، في عده طلبات يطلبونها التعليم العالي. أوكي. احنا نستقبلهم في مقرنا في جمعيه المهندسين. ونستكمل معهم باقي البيانات. وان شاء الله في حال وصول القبول لهم
يستلمون ورقه لمن يهم الامر من التعليم العالي ونسجلهم في سيستم السفاره الايرلنديه عشان يطمئن الابلكيشن ويطلعون الفيزا. ممتاز. اليوم يعني خلينا شوي نوضح الامور اكثر. اليوم الطلبه ممكن يكون نوعين، نوع يحب يشارك بالانشطه ونوع الاخر ممكن يكون متردد. ما ادري راح اتقبل ما راح اتقبل، هم راح يتقبلوني، وهذا يمكن اليوم احنا كنا يوم لا مستجدين ونملك هذا الشعور، حتى لو احنا كنا وايد اجتماعيين لكن بالنهايه مكان جديد واشخاص جدد. فخلنا نتكلم اخوي بندر عن الانشطه سواء بالكويت او ايرلندا، نوع الانشطه اللي تقدمونها والمشاركه للجميع اكيد في الانشطه ومدى تقبل الطلبه بهذه الانشطه. بالبدايه بتكلم عن دورنا بالكويت. ممتاز. دورنا بالكويت عاده يكون في فترتين، في الفتره الشتويه اللي هي اجازه الكريسماس والفتره الصيفيه. إجازة الكريسماس يعني ننظم أنشطة مثلا عشاء أو مخيم أن نجمع الطلبة فيهم أن يتعرفون على بعض ويكون نشاط ترفيهي، يكون في ضيف أو ضيفين ويكون مثل لقاء تعارفي بالكويت، يعني غير عن الروتين اللي احنا نتقابل فيه بالجامعة أو هذا في أيرلندا. والفترة الصيفية عادة احنا نركز على المستجدين. المستجدين هم يعني هذه اهم فتره عندهم في الصيف، فتركيزنا الكامل على المستجدين في الفتره الصيفيه. في ايرلندا عاده الاتحاد الوطني مثل ما كنا بالسابق مع بريطانيا وايرلندا ينظم مؤتمرين. ممتاز. مؤتمر في شهر 10 مؤتمر في شهر 2 اللي يكون الاحتفالات الوطنيه. هذا اهم يعني اهم نشاطين. اهم نشاط، النشاطين نقول الكبار اللي فيه ضيوف اللي يكون ترفيهي اجتماعي ثقافي. هذا الاهم نشاطين في السنه النقابيه. اما باقي السنه النقابيه عندنا انشطه تكون في الويكند. حلو. كره قدم، بينت بول، غداء او عشاء، ديوانيه. ممتاز. عندكم ديوانيه هناك؟ اي نفس اللي تجي بالكويت ولا بالضبط؟ اي موفر كل شيء ان شاء الله. كل شيء باذن الله الاتحاد يوفر لهم كل شيء باذن الله ان شاء الله. واكيد هم دائما على ثقه بهذا الاتحاد. انزين اذا بنتكلم شنو قاعد يعني خلينا نقول تلتمسون من الطلبه بعد كل نشاط، خاصه اليدد تلقى انتم ما قصرتم معهم في البدايه، فيصير هو على تواصل دائم معك، ينظر لك بان انت خلينا نقول قدوه في هذا المجال او شخص مضمون بانه راح يعطيني الاجابه اللي تناسبني وما راح يضرني بولا شيء، وانتم يمكن تتفقون معي بهذه النقطه. نعم. فخلينا نتكلم يعني شنو خلينا نقول دائما شنو يقولوا لكم اكثر الاشياء اللي بعد كل نشاط، شنو الاشياء اللي تقبلوها، شنو الاشياء اللي يحبونها اكثر، خلينا نعرف اكثر يعني. طبعا يعني نوع الانشطه اللي حبوها مثلا، هل الانشطه الرياضيه كانوا حابينها اكثر ولا مثلا بالديوانيه لما يقعدون اكثر يعني بشكل عام؟ طبعا هو الغرض من النشاط بالنهايه انك تجمع الطلبه وخاصه طلبه اليدد انه خلاص تعرفون على الطلبه اللي سابقينهم، واذا صادف له واحد جاب الجامعه نفس التخصص واحد سابقه فيساله وخلاص عاد يدش بجو الغربه يتاقلم زياده لما يقعد مع المجتمع اللي هو متعود عليه. فهذا هدف النشاط بالنهايه. اما تنوع الانشطه هو يعني الهدف منه ان تستقبل الطلبه اكثر، وكل واحد والنشاط اللي يشده. مثلا واحد يفضل قاعده الديوانيه، واحد يفضل يطلع يلعب كره بينت بول، بالنهايه تكسر الجو بين الطلبه ويعني تزيد من وحدتهم هناك، انه خلاص الكل يكون عارف الثاني. فهذا غرض من النشاط بالنهايه. اما رده فعلهم طبعا دائما تكون رده فعلهم ايجابيه على اغلب الانشطه الحمد لله، لان اوريدي الاستفاده منهم ان جامعه الشباب كذا. صحيح. الامانه كل شكر لكم، استمتعت يعني بالنقاش معكم بهذه الامور اللي تخص الطلبه اتحاد طلبه الكويت في ايرلندا، كنتوا ضيوفنا ونتمنى دائما ان شاء الله كل سنه نلتقي معكم وتوضحون للطلبه اهم الامور اللي تخص يعني امور البعثه والامور الثانيه في قبولهم الجامعات والكليات. اذا عندكم كلمه اخيره حابين تقولونها تفضل اخوي بندر. طبعا حابين نشكركم على هذه الاستضافه، احنا تونا يعني اتحاد جديد وانتم يعني كانت المبادره منكم قناه الراي. تبارك الله. ونشكركم ونشكرك انت بالذات على هذا الاستضافه. حق واجب، مشكورين يعطيكم العافيه. عندنا كلمه اخيره. تفضل. اكيد. حبنا نصرح من برنامج رايكم شباب. نبي شيء حصري. اي نبي شيء حصري، هذا شيء حصري طبعا. تفضل. عندنا اول شيء ترى الاخوان المتزوجين في ايرلندا. ممتاز. باذن الله اتفقنا انا واخواني وراجعنا فيها حتى الدكتور حامد العزمي وكيل وزاره التعليم العالي. حلو. باذن الله الطالب المتزوج راح يجي بس يعطينا خاتم شهر 9 يرسله للملحق الثقافي للمرافق. نعم للمرافق اللي هي الزوجه. بدال يجيب حركه سير ودخول. حلو. هذه باذن الله حليناها مع الدكتور حامد العازمي، واحب اني اشكر من هالبرنامج اصلا الدكتور السيد عبد الرحمن العثمان رئيس المكتب الثقافي والسيد الدكتور بدر العازمي، نشكرهم ترى هذا في جهودهم
ولا احنا اتحاد جديد يعني يمكننا ما ندل الطريق عدل صحيح. لكن وجهونا خير توجيه ونشكرهم جزيل الشكر. اكيد واحنا نشكركم جزيل الشكر بعد، ومشاهدينا مستمرين بفقرات حلقتنا، لكن نطلع هذا الفاصل ونرجع لكم مره ثانيه.